السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي نكمل شغل تبعنا. شفنا في اللقاء اللي فات كيف حطينا الخامات على الجسم تبعي، الآن بدي أحط الإضاءة وأرندر المشهد تبعي. علشان أحط الإضاءة، أول إضاءة بنحطها اللي هي سكاي دوم، سكاي دوم إضاءة القبة المضيئة أو إضاءة السماء تبعتي. فأنا راح أجي أحط القبة تبعتي، هي القبة تبعتي، أعلم عليها. طبعا مش راح أخليها بيضة لأن راح تديني لون أبيض. لو رندرت الآن في عندي إضاءة، الآن صار في عندي إضاءة، لكن لو غيرت لون الضوء تبعي خليه مثلا نعطيه على الزرق مباشرة لأنه أثر على الضوء كله. الآن أنا ما بديش يبقى الضوء تبعي لون مصمت، فراح أجي أفتح حان وأحمل صورة، أي فايل، وأجي نحمل الصورة في الماية. في عندي صور، لو رحنا على الكمبيوتر على السي، رحنا على البروجرام فايل، رحنا على الأوتو ديسك 2018، واحنا على بريسيتس اسيتس اي بي ال، هنا راح الاقي الصور تبعون. طريقه طويله، اذا بدكم سخوها حطوها في اي مكان ثاني، هي المسار تبعه. على العموم هان في مجموعه من الصور، انا راح احاول انقي صوره فيها سما، فانا راح اختار الصوره هذه عشان فيها السما تبعته وكذا. هاي اوبن، طبعا سكر هذا مش عايزها، هاي السما تبعتي. بس لو جيت ارندر راح الاحظ انه هذا اللي تبين عندي في الصوره ايش؟ المنطقه اللي تحت السماء. فانا عشان اجيب السماء تبعتي اعلم على الصوره تبعتي على الكوره واعمل شويه دوران هيك عشان يبين معي. الان لو انا كنت في المشهد هيك وهات رندر، راح يبين معي انه في عندي السماء تبعتي. وطبعا المشهد كله مضيء، ليش مضيء؟ لانه اصلا هذه كل نقطه في الكوره تبعتي، هذه في السفير تبعتي، بتطلع إضاءة على المشهد تبعي. الإضاءة تبعتها عالية، أنا بدي يبقى المشهد مشهد ليلي، فراح أنزل الإضاءة تبعتي، راح أروح على الانتنسي شدة الإضاءة وأنزلها. خلينا وأنا برندر أشوف النتائج كيف. أيوة حاجة زي هيك، يعني 0.2 خلينا نفترض عشان يبين المشهد مشهد ليلي، عشان لما أضيف أنواع تانية من الإضاءة تبين معي. فأنا راح أطفي الشغل تبعي هالجيت واجي اضيف انواع تانية من الاضاءة. في من الانواع التانية بضاءة بوينت لايت، راح اروح على الرندر واختار البوينت لايت، احط هنا ضوء وهنا عندي البير كمان ضوء، هاي البوينت لايت تبعي. البوينت لايت عشان احطه في مكانه الصح انا بفضل اجي على النوافذ هذه. انا في عندي هنا ضوء وكنترول دي، كمان واحد تاني هنا، اروح على نفس التوب اشوف هو وين محطوط. البير محطوط في البير تقريبا، وهذا تقريبا محطوط على ضوء، يطلع لبرا شوية زي هيك. تالي الضوين هيك محطوطات صح، اتأكد. هي الضوء الاولاني والضوء الثاني هي موجودة عندي. الاضاءة تبعتي راح اجي اول حاجة بعمله في الاضاءة عندي بخليش هذا نودكي، بخلوش نودكي، باجي وبختار كوادك. طبعا انا ممكن افعل عندي هنا الاضاءه عشان يبين معي، وهي مفعل الظل، هيك شلت الظل هيك مفعل الظل، وبشوف لما خليته كان هنا مضيء لما كان نو ديكي، بس الارنولد برندر على انه ايش هو كوادك، فانا راح اخليه كوادك. وقيمه الاضاءه هنا ارفعها، راح اخليها حوالي 300، شكله 300 عالي. على العموم هاي الضوء تبعي طويل الغرفه تبعتي هذه، اذا في اشكاليه عد بعد اجي اعدل عليه. هان نفس الكلام راح اجي امسكه، اول حاجه عشان اشوف هذا ملوش قيمه عندي، يعني لو سبته نفس الاشي، بس انا بخليه كودك على سن لما يبين في المشهد تبعي هنا الاضاءه تبعتي، لكن في الرندر ملوش قيمه. الان باجي بخليه هذا نفس الكلام 300، وباجي خلينا ارندر المشهد تبعي الان اشوف. هاي الاوضه هذا مبين هذه ضاويه الكراج، وهي البيت تبعي مبين ضوء. تهيأ البير يمكن لو نزلنا الإضاءة لتحت شوية صغيرة. ماشي البير بلاش 300، خلينا نشوف لو 400. أوكي. وطبعا البير عامل لي الظل تبعه ناتج عنه ظل زي ما احنا شايفين في المشهد تبعنا هذا. هاي أول نوع من أنواع الإضاءة حطيناه هو البوينت لايت. إيش في عندي كمان إضاءة ممكن أحطها؟ في الإضاءة المتوازية. الآن أنا عايز أعمل هنا يبين عندي الشبك تبعي، هذا طالع لجوا لبرا شوية، خلينا أعبر لجوا شوية صغيرة. عايز يبين إنه في كأنه في عندي ضوء قمر، فمبين هان في شوية ظل،
راح اروح اجيب الاضاءه المتوازيه الريندر برا اللايت او دايركشنال لايت، اكبرها. طبعا التكبير ملوش اي قيمه بس عشان اشوفها كويس. اعملها دوران بالاتجاه هذا حسب الظل انا كيف بدي اعمله. انا الهدف منه هذا انه يعمل لي ظل واعمل الزاويه تبعتي، اي الظل تبعي. الان هذا الاضاءه الشمس ما فيش فيه نو ديكي وديكي، ما فيش فيه الخاصيه هذه لانه هو اصلا جاي من بعيد بطبيعه الحال. الان خلينا ارندر اشوف الظل هذا ظابط عندي ولا مش ظابط ولا كيف اداؤه. وينك يا ارنولد؟ ارندر المشهد تبعي. اه هاي ناتج عنه ظل، فانا اللي احدث لي فرق انه في عنده ظل وكانه الدنيا فيها شويه قمر خفيف. اعمل كمان اضاءه المشهد تبعي هذا كله، المنطقه دي كلها ضاويه عشان تبين المنطقه ضاويه. راح اجيب سبوت لايت، يعني بس ازغرد شويه هيك، واجيب سبوت لايت اللي هو ضوء الكشاف. هروح على الرندر، اسف على الرندر، وهي ضوء الكشاف تبعي واحطه. اعمل له سكيل، السكيل قلنا بيفرقش فيه هذا بس عشان اشوفه. اعمل لي دوران له سالب 90 وطلع لي اياه فوق. هذا فيه خاصيه الديكي وما الديكي. خلينا اول شيء احطه في النص، طلعوا لفوق، وخلينا اروح على الخصائص تبعته. افتح فتحه الكشاف الكون انجل هذا، افتح الكشاف فتحه الكشاف تبعتي هيك شكل، تيالي هو يعني بدنا نحط شويه في النص صح. هاي فتحه الكشاف تبعتي خلصتها. طبعا ما انساش اروح على الديكي واقول له كودك، واضطر هنا ازيد شده الاضاءه، يمكن عايز احطه 5000 تيالي. اه وخليني اجي اشوف المشهد تبعي، الاضاءه عاليه واطيه كويسه. اروح في انا حافظ مشهد، المشهد اللي عندي بوك مارك، هاي الكاميرا تبعتها، هاي المشهد اللي انا بدي ارندر عليه. وتعال شوف يا ارنولد، رندر لي لو سمحت. اه هاي الاضاءة تبعتي، يمكن لو كمان زدت القيمة هذه اعلى، خمسة هي سبعة. طيب اجي في النهاية لما اجي ارندر هيك حطيت ثلاث انواع اضاءة، هي ضوء اثنين، هاي التنتين بوينت لايت، وواحدة إضاءة الظل اللي عملت الظل هنا، وفي إضاءة الكشاف اللي عملت الدائرة هذه. كل اللي ضايل لي إني أجي أحط الشجر عشان أطلع المنظر، يعني المشهد فيه شوية جمال. فأنا راح أسكر هذا وراح أجيب الشجر تبعي، أروح على ويندوز جنرال إديتور كونتنت براوزر وأفتحه. راح يفتح لي هذول الأشياء، أنا اخترت بتهيألي الشجرة هذه، وباجي وبحطها هان في اي منطقه دون بس اعمل الساق تبعها وارفع ايدي، بعمل لي الشجره تبعي. الشجره تبعتي هذه بنت برش، يعني الخصائص تبعتها هذه كلها ما لهاش علاقه بالبوليجون تبعونا. عشان احولها بعلم عليها زي ما انا معلمها، لقيتها موديفاي كونفيرت بنت افكت تو ايش؟ تو بوليجون. عص عليها، الان صارت مجسم زي اللي انا بعرفه. هم عاملينه بحيث انه يبقى نصين، نص الاولاني الشجر السيقان ونص الثاني الورق. فانا راح اعلم على التنين واعمل له مش كومباين، صار الجسمين الجسم واحد، جسمين جسم واحد تقريبا او متحدات. اعص على حرف الدي واغير مركز الدوران تحت عشان لما بدي اكبر الشجره. اه كويسه هي حرف الدي. الان عشان لو انا بدي اكبر حرف الاف عشان يعمل لي اكبر الشجره بتبين معي زي هيك وبتصغر، فانا ايش غيرت مركز الدوران عشان هيك شغله. خلينا احط لي مثلا في التوب، اوضح لي، حط لي مثلا شجره هان، واجي كنترول دي. طبعا الشجر هذا مكلف بغلب في الرندر وتقيل على الجهاز. كنترول زد كنترول دي، وهي كمان واحد ثاني، اشوف المشهد تبعي كيف صار. اجي على الفيو تبعي واختار زاويه الكاميرا البوك مارك، هاي المشهد تبعي. واجي الشجر هذا بينفع اكبر شويه صغير، كبر لي هذه شويه هيك. عايز الشجره هذه لو سمحت، ورندر لي المشهد تبعي وهي رندر. عشان قبل ما ارندر عشان احصل على جوده افضل من هيك بفتح اعدادات الرندر اللي عندي،
بحط هدول او هاي اوريدي انا رافعهم حاططهم، خمسة أربعة أربعة في الطبيعي بتكون ثلاثة اثنين اثنين، هذه الجودة منخفضة شوية، فخلينا خمسة أربعة أربعة. ومن هنا برجع الكمان، إذا أنا بدي أحدد أبعاد الصورة بدي أطلعها، بنفع أجي هان وأقول له أنا عايز أطلع مثلا يعني 1 كي جودة عالية جدا، يعني بأبعاد ال 1 كي هذه تبعتي، وأجي في النهاية أعص على الريندر ويرندر لي الشغل تبعي بهيك شكل. طبعا هذا راح ياخذ معي وقت، بس في النهاية راح ياخذ معي حوالي نص ساعة، في النهاية ممكن أحصل على مشهد زي المشهد اللي أنا هان شايفه عندي. ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.